بس اشتريت آية كلين، عجبتني أشياء صراحة، شفت النتيجة حبيت أجرب، حبيت أستفيد من الوقت معاكم. يعني في كده تكنيك، مش هقول اختراع يعني، بس هقول منهج اتبعته مع الحالات في الفترة الأخيرة وجاب نتيجة. تعرفوني أول ما أجرب الحاجة وتظبط على طول بكلمكم. نحن متفقين على إنه المشاعر جذورها أفكار ومخرجاتها سلوك، فكرة شعور سلوك. مين بيغذي الأفكار؟ الماضي هو اللي بيضخم لي الفكرة كده ويظبطها، وتتحول الذاكرة لذاكرة انتقائية تسحب لي كل الشواهد اللي تعزز الفكرة فتصير ضخمة. والمستقبل سيناريوهات خيالية، أفلام بيرسمها عقلي. الماضي بنشبك في المستقبل بيغطي لي على الحاضر، فما بشوفش الحاضر. فهنا بنحبس داخل دائرة أفكار وهمية بتتغذى من الماضي ومن المستقبل ومش شايف الحاضر. فطريقة وسام عادل حلوة، ركزوا لي عاد. إحنا في الماضي كنا أنا زمان، وفي الحاضر أنا اليوم، وفي المستقبل أنا بكرة. يعني إحنا ثلاثة ما نشبهش بعض. القديمة أضعفنا، والوسط عندها شوية أدوات كده أحسن من أول، والجاي حتكون أحسن وأحسن. لو جينا عزلنا أنا في الماضي بمشاعري بألمي بأفكاري بتجاربي، حطيت أنا زمان في بوكس بكل الخبرات الموجودة فيها، وجينا حطينا اليوم أنا اليوم بالمواقف بالأفكار بالمشاعر بالأدوات في بوكس من الحاضر، وجينا حطينا أنا بكرة تصوراتي ومخاوفي وخيالي والأشياء اللي حمر فيه بي في بكرة في بوكس ثالث سميناه المستقبل، فصار عندي المواقف مقسمة لثلاث أجزاء: ماضي حاضر مستقبل. كل مرحلة داخل صندوق محبوسة فيه، ما أقدر، ما عندي صلاحية أخذها. صار عندي موقف اليوم، يبقى نبدأ عملية الاستدعاء، عقلي بيشتغل، يلا يلا أرجعوا لي للماضي. لا، الماضي محبوس جوا بوكس والمستقبل محبوس جوا بوكس، ما عندي صلاحياتي إلا في اليوم. أديكم مثال، عندي حالة، أغلب الحالات ترى الخيانة، زوجها خانها زمان في البوكس القديم، كانت هي واحدة تانية وهو واحد تاني. ليه؟ هي أقل خبرة وهو أقل خبرة. هي مثلا أول مرة، أغلبهم اللي بيكلموني أنا صدمت أول مرة، مصدومة مش مصدقة، فبتجلس محبوسة داخل صدمة الشعور اللي هو الموقف اللي حصل. خلاص هي محبوسة جواته زي حكاية الفيل، فاكرين الفيل أبو حدود وهمية وانشالت الحدود وجلس جوا القفص الوهمي؟ هذا اللي بيحصل. صندوق الماضي تكلمها عن الحاضر هي مش شايفاه، لأنه كل ما كلمها على الحاضر تقول لي لا بكرة ممكن يحصل، لا امبارح حصل. فاحنا بنقولها يا حبيبتي قفلي لي صندوق أمس، لا تردي على سؤالي بإيه؟ بأمس حصل. طيب احنا هنا دخلنا مناطق الوعرة حقت أبحر، ترى عشان احنا عندنا منطقة كده فيها جبال وتلال ولازم نشغل وضعية المناطق المرتفعة. ما علينا، نرجع تاني لقصتنا. حقولها انا، حقول لك اديني. هي شافت زوجها مثلا بيتكلم او بيبتسم او قلب الجوال لما دخلت، هذا موقف. مين فسر الموقف؟ مش الان، لانه هو خلاص اتفق معاه انه هو يبطل وهي مش شايفه عليه اي دليل. اللي فسر الموقف ولد الافكار البوكس القديم. فانا بقولها سكري لي على البوكس وما تجيبيليش منه ولا فكره. هتقولي بس يمكن بوكس بكره اللي هو المستقبل. هقولها كمان قفلي لي عليه وما تجيبيليش منه ولا فكره. ايش اللي بيحصل وقتها؟ تقولي ما عندي دليل. ليه؟ فعلت حاجه بنسميها يقظه ذهنيه هنا والان. ايش عندك حاجه تثير الافكار؟ اللي هي لا تقولي لي استنتاجات، لا تبنوا لي مشاعر بناء على استنتاجات. فايش عندك فكره؟ في صندوق اليوم فتشت 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 بتموت وتطلع لي شاهد. ما في. حتى دائما بقولهم في هذه اللحظه انتوا عندكم صراع ما بين العقل الواعي اللي مش شايف دليل، والعقل
العقل اللاواعي اللي مصمم يثبت انه فكرته صح. صح يقولوا لي ايوه الصراع موجود، بس بضطر انجبر ليه؟ اصلي مقفل الصندوق حقت امس اللي هو الماضي ومقفل الصندوق حقت بكره. طب حتقولي لي لا هو يمكن بكره، هقول لك يا حبيبتي لما يجي بكره في انا جديده مني حتنولد بكره هي اللي حتحل المشكله. فما ينفعش ابني افكاري، وهذه مره مهمه ركزوا لي عليها حطوها كده بين قوسين، لا تولد افكار بناء على استنتاجات ابدا لانها غير حقيقيه دائما، لانه الفكره بتجيب شعور والشعور بيجيب سلوك. فلو انا بنيت فكره مبنيه بناء على استنتاج، في الزنا لازم 4 شهود، طب انا شفت واحد وواحده داخلين الغرفه، لا ما في شهود. اذا لا يحق لي توليد الافكار بناء على استنتاجات، لازم حقائق. طب انا مش شايفه حقيقه قدامي، زوجي ما شفت عليه حاجه، مين اللي بتحكم في الاستنتاجات بناء على على صندوق الماضي او صندوق المستقبل؟ طب نقفلهم، حتقول لي ما في دليل، خلاص الفكره حتتشتت، حتروح حتختفي لانها خيال. خيال جربوا طريقه الثلاثه صناديق، صندوق الامس وصندوق اليوم وصندوق الغد. انا فين في اليوم؟ ما تمد لي يدك لا في صندوق امبارح ولا في صندوق بكره. لو جربتوا الطريقه هتستفيدوا. انا بخليكم تكونوا اخصائيين نفسكم، كل واحد يقدر يعالج ذاته بذاته، ما تحتاجوا ترجعوا لاحد. خلاص جربوها، جربوا الوصفه حقتي الخلطه حقتي ودوني نتائج، استنى ردكم. طيب على فكره انا حابه التفاعل تبعكم كتير ومبسوطه جدا. اي نعم في بعض الكومنتس كده اللي بتكون تمثل صاحبها، ما احنا متفقين ان الاراء السلبيه هذه لفت بيتي، صح متفقين انه الاراء السلبيه تمثل صاحبها والايجابيه تمثلني، فشكرا لكل الاراء الايجابيه والسلبيه، فكركم احترمه بس اختلف معه.